في الفقرة الأولى فدعوني أرحب بضيف العزيزة الأستاذ الدكتور مدحت محمد رمضان، أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة الأزهر. مرحبا بكم. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور مدحت. عندما نقول الأورام، لماذا استمدت هذه الكلمة تلك السمعة؟ هي السمعة السيئة للأورام جاءت من الأورام الخبيثة، وبالذات في المراحل المتأخرة، هي دي اللي عاملة المشكلة. الأورام مرض زي أي مرض بيصيب الإنسان، إذا اكتشف مبكرا وعولج علاجا صحيحا في الأول يشفى المريض منه، لكن في الأسف كتير من الأورام بتكتشف متأخرة بعد ما تكون تمكنت من انتشار في الجسم ومهاجمة أجهزة رئيسية في الجسم زي الرئة زي الكبد زي العظم، وفي الحالة دي بتبقى فعلا سمعتها سيئة، لكن إذا اكتشفت مبكرا وعالجت علاج صحيح ما تبقاش سمعتها وحشة. طيب، هل يمكن أن يكون هناك حل وسط في أورام حميدة يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة؟ طبعا هو الاورام تنقسم لقسمين، قسمين كبار قوي، قسم الاورام الحميده، ودي زي اسمها كده حميده، يعني بتطلع تكبر وتبقى في مكانها ولا تخرج خارج المكان اللي ظهرت فيه، تمام. زي الاكياس الدهنيه والحاجات الاورام الليفيه والحاجات اللي زي كده، دي بتبقى في مكانها ما بتخرجش منها، ودي علاجها بسيط، بتستأصل بتنتهي ما بيبقاش لها اي مشكله. المشكلة في الأورام الخبيثة، الأورام الخبيثة اللي هي بتنتشر وبتروح لأماكن تانية، تمام؟ زي ورم الثدي، زي ورم الرئة، زي ورم القولون، الأورام العظام في أماكن كتير. زي ما قلنا لو اكتشفناها مبكر وتم علاجها بطريقة صحيحة من الأول نتائجها ممتازة، وفي مرضى احنا بيتابعوا معانا 20 سنة و25 سنة نعم. بعد استئصال أورام خبيثة ولكن اكتشفت مبكرا وعولجت بطريقة صحيحة من الأول. إذن الفيصل هنا لدينا هو الاكتشاف المبكر الذي قد يساوي بين الأورام الخبيثة والأورام الحميدة بالظبط في نتائج أو نجاحات العلاج. بالظبط. دكتور، تتعدد النظريات المتعلقة بنشوء الورم، أو تحديدا السر الذي قد يحدث في الخلية لكي تتحول من خلية طبيعية تمارس حياتها وتنمو بطريقة مثالية إلى ذلك العنف أو الغير طبيعية، أو التحول إلى خلية تنقسم تلك الانقسامات المتكررة وينتج عنها الأورام. ما هي الأسباب التي تثير هذه الخلية أو تحفزها أو تساعد على نشوء الأورام تحديدا؟ هو طبعا الاورام الخبيثه بالذات، الاورام الحميده بسيطه لان هي بتكبر وتوصل لحجم معين وقد تقف عنده، تمام. لكن الاورام الخبيثه مشكلتها الاساسيه ان هي بتكبر بلا حدود وبتتعدى الحيز المكاني ليها وتنتشر الى اماكن اخرى. اللي بيحصل ان الخليه نفسها بتفقد السيطره على نفسها، يعني الجهاز المخ بتاع الخليه اللي بيسيطر عليها وبيخليها تصل لسن معينه يحصل لها شيخوخه وتموت ويجي غيرها، ده ما بيحصلش. الخليه بتفضل تكبر، تمام، او تفضل شغاله وتيجي خليه غيرها، او الجسم يتكون خليه غيرها في نفس المكان. الخليه الغير الجديده ديت ما عندهاش مقومات الخليه الطبيعيه لانها طالعه مبتسره، تمام، فما بتعملش الوظيفه اللي المفروض ان الخليه تعملها، فيبقى عبء على المكان ويبدا تجند المكان كله لانه يعمل نفس الخلايا اللي هي الخلايا السرطانيه ديت، فيبقى خلايا غير مفيدة للجسم لأنها لا تنتج وظيفة، ويتحمل الجسم عبئها من إنه يودي لها دم ويودي لها غذاء ويدمر. إيه السبب اللي بيحصل إن الخلايا تتجنن بالشكل ده وتحصل فيها الورم السرطاني ده؟ حاجات كتيرة، وهم لقوا في الواقع إن في ثلاث مسببات رئيسية للأورام، في حاجات كيميائية وفي حاجات فيزيائية وفي حاجات فيروسية أو ميكروبية. في منتجات كيميائية قد تؤثر أو قد تسبب السرطان زي المستحضرات التجميل، أو بعض عشان برضو ما نخوفش الناس، بعض مستحضرات التجميل، بعض المنظفات، المبيدات الحشرية، المبيدات الزراعية، الأسبستوس اللي هو بيستخدم كان زمان في العوازل، عزل الكهرباء وعزل الحراري والعزل في مجالات كتيرة، ده من الحاجات المسببة للسرطان.
من الناحية الفيزيائية أو المساعدة لحدوث أو هناك مسببة بدرجة كبرى، يعني أو يعني وجودها قد يكون من النذر التي قد يترتب عليها إضافة للاستعداد وغير ذلك. مع متصل من الصعيد أستاذ جمال الراعي، اتفضل أستاذ جمال، اتفضل أستاذ جمال، اتفضل حضرتك على الهواء، اتفضل حضرتك على الهواء. السلام عليكم. سؤالك يا فندم، اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نب لو سمحت. استاذنك وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون نسمعك، اتفضل. ماشي ماشي يا ابو. نب لو سمحت عايز اكلم الدكتور. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. يا دكتور. ايوه. والنب انا عندي كنت عامل عملية في القولون، واخد البالك ورم في القولون واستأصلته. ايوه. في اثناء ما استأصلت القولون اكتشفوا شوية نزات على الكبد. خدت لهم كيماوي واخد البالك. أيوة. حماية. وبعد كده الكيماوي خدت منه خمس جرعات، ست جرعات قرروهم، خدت منهم خمسة وبعد كده ريحت منهم. فقعدت 8 شهور بعد كده راح الورم عمل فص على الكبد. أيوة. زي ورم. الغايب دلوقتي معاخد له كيماوي والفص موجود ما ماشيش يا دكتور. هو لو فص واحد او في ورم وحيد بس في الكبد ممكن يستأصل. يعني ممكن نتدخل جراحيا ونستأصل. سألت دكاترة قالوا لي ما يتعملوش عملية. لو حجمه كبير، لو حجمه كبير او ضغط على الاوعية الدموية او ضغط على الاوعية الليمفاوية او حاجة زي كده ما بنقدرش تشيله. فبنكمل بالعلاج الكيماوي او العلاج الموجه. لا بالكيماوي ما جابش نتيجة يا دكتور، وليه 3 سنين مع الكيماوي برضو ما فيش فايدة برضو. هو ممكن يغيره من بروتوكول لبروتوكول، في كذا كذا نوع من الادويه الكيماويه اللي ممكن تاخدها، فهم بيجربوا واحد اذا ما جابش نتيجه ممكن يغيروا لنوع تاني او نوع تالت. المتصل كريم، نتمنى لك السلامه والصحه. دكتور قلت مشكورا بان الكثير من العوامل التي قد تساعد على نشوء وحدوث الاورام. هل هناك ما يتعلق داخل الانسان؟ انت تتحدث مشكورا عن عوامل خارجيه، سواء كان يعني مواد ثبت تأثيرها و يعني نشوء الأورام السرطانية نتيجة التلامس أو التناول أو التعاطي أو الاستنشاق أو غيرها من الطرق، والاستعداد الوراثي قد يكون له دور. يعني طبعا هو في بعض الأورام مشهورة بأن هي قد تنتشر وراثيا، برضه عشان نطمن الناس مش تنتشر وراثيا، يعني طالما جه في حد في العيله يبقى كل العيله هيجي لها. نعم. لكن بيبقى عندهم استعداد اكتر من العائلات الثانيه. الاورام دي زي مثلا ورم الثدي، تمام، ممكن ينتشر في بعض العائلات، وده بيبقى فيه جين معين موجود في الجسم ممكن التعرف عليه، والتعرف اذا كان في حد في العيله ممكن يصاب بنفس الورم ولا لا. احنا دايما بنبقى خايفين لما يحصل ان اكتر من واحد في العيله يحصل له الورم، سواء في الثدي او في القولون والمستقيم او في المبيض. نعم. دي كلها حاجات ممكن تنتشر عن طريق العائلات عن طريق الجينات، ودي ممكن نتعرف عليها لما يبقى في اكتر من واحد او واحده في العيله عندهم الورم دوت، ممكن نعمل اختبار جيني معين نوصل ل اذا كان الشخص القريب ممكن يحصل له ورم او ممكن عرضة ان هو يحصل له ورم او مش ممكن. اذا الاورام قد يعني فيها ما قد ينتقل من جيل الى اخر، او يكون للاستعداد الوراثي دور فيهم. يعني هل الاورام هنا في مصر تمثل تلك الاورام المتواجدة في الدول الغربية؟ لانه يقال بان كل دولة لها نصيبها من الاورام، فالدول المتقدمة قد يكون فيها اورام المتعلقة بسرطانات الرئة، الدول معذرة النامية قد ينتشر فيها اورام اخرى مثل اورام المثانة او القولون او المعدة او كده. هو الحقيقه احنا يعني مفيش فرق كبير قوي بيننا وبين الدول المتقدمه، بالذات في ديت في ناحيه الاورام للاسف. احنا عندنا طبعا في حاجات مشهوره جدا، وتقريبا نسبنا قريبه جدا من النسب العالميه، زي مثلا ورم الثدي، تمام، نسبنا قريبه جدا من النسب العالميه، ورم المثانه، ورم القولون والمستقيم، ورم اورام الرئه، كلها تقريبا متقاربه جدا من النسب العالميه. على ان في بعض الاورام احنا عندنا فيها طفره كبيره، زي اورام الكبد مثلا، زي اورام الرئه،
لسبب وجود تلوث شديد عندنا يمكن. لكن اغلب الاورام تقريبا احنا متقاربين جدا مع الاحصائيات العالميه. في بعض الدول طبعا زي جنوب شرق اسيا والاماكن ديت ليها اورام زي اورام المعده واورام المريء واورام القولون نسبها عاليه شويه، لكن احنا تقريبا متقاربين جدا مع الدول العالميه. دكتور، قلت أن التخوف الأكبر أن تقدم الحالة بأورام في مراحل متأخرة، هذا يعطي أهمية للكشف المبكر عن الأورام. ولكي نتحدث بهذا الموضوع على علتي، نتحدث عن أورام مختلفة تختلف آليات الكشف المبكر عنها، وبالتالي هناك حالات يمكن أن نتوقع فيها أورام من نوع ما، وبالتالي يمكن إجراء فحص ما للكشف عنها. ما هي أبرز الطرق الهامة للكشف المبكر عن الأورام باختلاف طبقاتها؟ لأنني عندما أتحدث عن دلالات الأورام لفئة معينة تختلف عما أتحدث عن ماموجرام مثلا لسرطان الثدي أو غيره. هو الحقيقة إحنا يعني الاكتشاف المبكر معناه إن أنا أكون بشك إن يكون في ورم. في بعض الأورام اللي نسبها عالية زي ما حضرتك ذكرت كده، أورام الثدي، أورام القولون، أورام الرئة، دي نسبها عالية، دي اللي أنا دايما ببحث على إذا كان في ورم ولا لا، ودايما ببحث لما يكون في علامات إنذار. علامات الإنذار ديت قد تكون حد في الأسرة أصيب بهذا الورم، أو المريض اكتشف حاجة غير طبيعية عن الحياة بتاعته اللي هو بيمارسها. زي ايه؟ يعني احنا دايما نبدا في الاول بالحاجات العلامات الحيويه اللي تاكد لنا او تنفي، يعني الاورام منتشره في الجسم بكل حاجه، يعني من اول راسي لغايه رجلي ممكن يجي فيها اورام. فانا في حاجات معينه ليها نسب عاليه زي ما قلت لحضرتك، الثدي المستقيم والقولون الرئه. ففي الحالات ديت لو في حد في العيله جاله ورم ابدا ابحث في العيله عن حد تاني. الحاجة التانية المهمة ان دايما ابدأ بالحاجات البسيطة اللي هي ايه؟ اللي هو الفحص السريري. يعني مثلا استاجي جزء موجود خارج الجسم من السهل جدا ان انا اكشف عليه واشوف اذا كان فيه حاجة غير طبيعية ولا لا. بعدين بحط بروتوكول للفحص المبكر حسب قوة او خطورة العوامل اللي انا قلتها في الاسرة دي. مثلا اقول عند سن الـ40 ابدأ اعمل أشعة ماموجرام على الثدي علشان أشوف إذا كان في حاجة ولا لأ، ودي تبقى الخط الأولي للتحرك منه. إذا لقيت أي حاجة بكمل، إذا ما لقيتش بعمل متابعة كل سنة. وبالحقيقة هو يعني الجايد لاينز أو الدلالات بتقول إن من سن الـ40 أبدأ للنساء إن أنا أعمل فحص مبكر بإن أنا أعمل ماموجرام على الثدي. في القولون والمستقيم في العائلات اللي في علامات خطورة أو إنذار أبدأ بأن أنا أعمل فحص للبراز علشان أشوف خلايا الدم الحمراء فيه ولا لأ. ودي حاجات بسيطة جدا ومش مكلفة، لكن ممكن تودينا لاكتشاف مبكر وعلاج مؤثر ونتائج جيدة إن شاء الله. المتصل الكريم أستاذة طاهرة من المنصورة، تفضلي. اتفضلي يا فندم، حضرتك معانا. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا ليا سؤالين. يا اهلا وسهلا، اتفضلي. من حوالي 5 6 سنين طلع لي في رقبتي الشمال من ناحيه الشمال حاجه بتروح وتيجي تحت ايدي كده، فروحت عند الدكتور خد منها عينه وحللها، قال لي حميد بس لازم تشيليها. فانا يعني ما عملتهاش، فطلع لي جنبها حاجه برضو صغيرة زيها من ساعة ما خدت العينة بتوجعني، يعني ما حط ايدي عليها كده بتوجعني. فدي ايه يا دكتور؟ طيب. رحت الدكتور تاني قال لي خشونة. لا، هو الخشونة ما بتتحسش، يعني ما بنحسش حاجة يعني منفصلة. قالوا غدة درقية ولا قالوا ايه يا فندم؟ نعم؟ قالوا غدة درقية ولا قالوا ايه؟ لا ما قاليش. طب هي بص يا فندم، يعني هنا خارجيا كده ولا هنا قدام؟ هنا في الحته دي، يعني جنبه ولا امام؟ لا، بين العظمه بتاعه الرقبه في الحته الغويطه دي. على الجنب. يعني على الجنب مش في النص. لا يعني عند الكتف قريب من الكتف. يعني دي غالبا بتبقى غده لمفاويه، وغالبا غده لمفاويه. هقول لحضرتك على الاجابه. نعم. غالبا بتبقى غده لمفاويه، والغدد اللمفاويه قد تكون حاجه حميده وما فيهاش اي مشكله، تمام. لكن اذا ظهرت حاجه تانية بتبقى دي علامه ان انا ابحث وما سيبهاش سطحيه.
يعني اخد عينه واحللها، اذا لقيتها حاجه التهابات او تضخم طبيعي ما فيش مشكله فيها، اذا لقيت في حاجه اقدر اعالجها في الاول عشان ما تكبرش اكبر من كده. عندما تحدثت دكتور عن الاسبستوس او السرطان الذي قد ينتج عن مواد بعينها، يعني يجرنا الحديث عن الصحه المهنيه او تحديدا الاورام التي قد تتواجد في بيئه معينه او محافظات بعينها، لماذا تكثر الاورام الاطفال تحديدا هنا في مصر؟ طبعا هو في حاجه مهمه قوي، ان كتير من الكيماويات طبعا الاطفال منتشر فيهم اكتر اورام الدم، الليوكيميا والليمفوما والحاجات ديت، تمام، ودي لها عوامل كتيره من الكيماويات اللي ممكن تستخدم، سواء كان المبيدات الحشريه او المبيدات الفطريات او المنظفات او ساعات الميه الملوثه، لان يعني كتير من اولادنا اللي يمكن في القرى والاماكن النائيه للأسف ما بيوصل لهمش المية النظيفة، وساعات كتير بيستخدموا مية الترع أو من النهر مباشرة من غير ما ياخدوا مياه نظيفة. دي ليها عوامل كتيرة جدا، منها من ممكن تسبب أورام الدم أو الليوكيميا الدم. الحاجة التانية المهمة، بعض العوادم بتاعت السيارات والدخان، حتى هنقول الاطفال ما بيدخنوش، لكن التدخين السلبي له تاثير. يعني انا لما بقعد في البيت والوالد او الوالده بيشربوا دخان، وانا بقول دخان مش بقول سجاير، لان الدخان ده يشمل السجاير، بيشمل الشيشه، بيشمل الجوزه، بيشمل السيجار، بيشمل البايب، كل دي دخان، كل دي بتطلع دخان، والدخان ده كله له تاثير سلبي. ده مش بس على المدخن فقط، ولكن على المدخن وعلى اسرته اللي موجوده معاه. للاسف وجدوا كمان في الابحاث الجديده ان له تاثير سلبي على الجنين في بطن الام. نعم. يعني الام اللي بتدخن او الاب اللي بيدخن في وجود زوجته الحامل عرضه ان الجنين يحصل له مشاكل كبيره. الدخان للاسف من الحاجات اللي مسببه للسرطان في جميع اجهزه الجسم. نبدأ من الشفة للسان للحنجرة للرئة للقولون للمعدة للمثانة للرحم، كله يأثر على الجلد وغيره. دكتور، يعني حالة تشخيص حالة مرضية تحديدا بأنها مصابة بالأورام تختلف طريقة العلاج، ما هي أبرز البروتوكولات المتعلقة بعلاج الأورام؟ وإذا كانت هذه البروتوكولات موحدة في مصر ودوليا، إذا هي تتحدث عن مراحل تشخيص الأورام وطرق علاجية قد تختلف من حالة إلى أخرى حسب درجتها وحسب رؤية الطبيب المعالج، سواء كان علاجا كيماويا أو هرمونيا أو أشعيا أو جراحيا أو غيره. الحقيقة أن طرق العلاج يمكن من قديم التعرف على الطب الحديث ثابتة تقريبا. كل اللي بيحصل ان بنعمل حاجات تطويرات جديده تؤدي الى نتائج اعلى. بمعنى البدايه دايما في علاج الاورام الجراحه، تقريبا 90% من الاورام علاجها الاساسي جراحه ويتلو حاجات تانية، ما عدا حاجات بسيطه زي اورام الدم واورام الغدد الليمفاويه الليمفوما، هم دول اللي علاجهم يبدا بالكيماوي والاشعاعي، لكن الاساس في العلاج او حجر الزاويه هو الجراحه، يتلو بعد كده العلاج الاشعاعي، العلاج الكيماوي. العلاج الاشعاعي دوت ان احنا بندي مواد مشعه تقتل الخلايا السرطانيه، للاسف هي زي ما بتقتل الخلايا السرطانيه تقتل ايضا الخلايا الطبيعيه، ودي عيبها ودي مشكلتها. وحصل طبعا تطورات رهيبه في اجهزه الاشعاع، بعد ما كانت بتدي فيلد كبير واسع بقت في حاجات موجهه ممكن تدي في بوينت معينه او في نقطه معينه على الورم. الكيماوي برضو علاج الكيماوي تطور شديد، وبقى له نوعيات كتيره، وبقى دلوقتي في نوعيات بتتاخد بالفم بس مش بالحقن. العلاج الهرموني طبعا له اثر شديد واهميه كبرى في اورام زي اورام الثدي، وتطور تطورات شديده، ويمكن بقى يعتمد عليه في اورام كتيره
بندي فيه العلاج الهرموني. بقى فيه العلاج الموجه كمان اللي هو الجين سيرابي والبيون سيرابي، ان احنا بندي حاجه تزود المناعه بتاعه الجسم ضد الورم، او حاجات تقتل الجينات معينه تخش للخلايا السرطانيه وتقتلها. التطورات الشديده دي خلت بقى عندنا في تنوع كبير في علاج الاورام، والتنوع ده بقى يخلينا نتحكم في الاورام بصوره شديده جدا اكثر من الماضي. زمان كان اللي في ايدينا حاجات بسيطه، دلوقتي تنوع العلاجات خلتنا نقلل من الاثار الجانبيه بتاعه كل علاج. زمان كان الجراحه تعتمد على الاستئصال الواسع او الراديكال سيرجري. الراديكال سيرجري دلوقتي بقت حاجات كلها كونزرفاتيف، يعني تحفظيه بصوره ما. يعني الثدي زمان كان لازم يستأصل مع الغد مع العضله الصدريه مع الغدد الليمفاويه، دلوقتي لا، احنا بقينا نقدر نستأصل جزء بس من الثدي ونترك الثدي كله زي ما كان. في القولون نفس الحكايه، في الرئه، في اماكن كتير زي كده. المتصل الكريم استاذه هاله من سوهاج، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا كنت عايز اسالك، ان اخويا كان عندي ورم في القولون. نعم. وهو عمل عمليه يعني من 3 اشهر، فهي كانت مرحله ثانيه فدخلت على ثالثه. نتمنى لها الشفاء ان شاء الله. تكملي يا فندم. فهو خالي كان عنده نفس المرض، وخالي الثاني كان عنده نفس المرض برضه بس في الغده. خالي كان عنده نفس المرض في القولون، والخالي الثاني كان عنده نفس الورم في الغده الزرقيه. وهو يعني قال للدكتور سرطان، فهو خد كتب له على 6 اشعاع، 6 كيماوي قصدي، ويعني اللي خد منهم 4 وقال 2، يعني هو ممكن يعني المرحله الثالثه يخف منها ولا ايه؟ ان شاء الله. هو طبعا مرحله ثالثه متقدمه شويه، لكن ما زال العلاج له تاثير كبير، ونسب الشفاء ونسب العلاج قويه جدا. لكن انا بيهمني ان طالما في 2 في العائله منهم واحد اصيب بورم في القولون قبل كده، ان يعني نعمل تشيك على العائله كلها علشان عشان نطمن ان ما فيش حد عنده حاجات في الاول. طب لو سمحت، هو ممكن يتنقل يعني المرض لحته ثانيه؟ هو في المستقيم شالوا 10 سنتي، يعني شالوا في نص الورم في النص، شالوا 5 في السليمه يعني. وشالوا كان 1.5 كويس، فشال 10 سنتي من المستقيم. طبعا هو كمل بالعلاج الكيماوي، وده كويس جدا، لان هيقتل اي خلايا ممكن تكون تسربت من المكان، وهيقضي على ان فرص ان ينتشر تاني او يتقدم تاني. مهم ان هو المرحله الثالثه يا دكتور يعني صعبه؟ الايه؟ المرحله الثالثه صعبه؟ لا، ما هو طالما الحمد لله لحقناها. طبعا هي طبعا مرحله متقدمه، يعني احنا لو اكتشفناها في المرحله الثانيه او الثانيه. الثانيه يعني يا دكتور؟ نعم. وبعد كده تاخروا في العمليه فدخلت على ثالثه. يعني بدايه الثالثه. في بدايه الثالثه مع العلاج الجراحي والكيماوي، وممكن يحتاج اشعاعي كمان لو هو في المستقيم، تمام، ممكن يجيب نتائج كويسه ان شاء الله ويشفى منه باذن الله. دكتور، يعني الحديث عن الطرق العلاجيه المختلفه سواء كانت هرمونيه او غيرها يجرنا الى الحديث عن الوقايه والوقايه من الاورام في مثل هذه الحالات التي قد يكون فيها جزء اسري او جزء احتكاكي او تلامسي او اكل او غيره. الرساله الختاميه فيما يخص الوقايه من الاورام بصفه عامه. وطبعا زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج. احنا عندنا في حاجات كثيره فعلا ممكن تقي من الاورام، مثلا اورام القولون، الاكل اللي فيه الياف كثيره، الخضروات، الحاجات الطبيعيه، الخضروات الخضراء، الخس والجرجير والفجل والبقدونس، الاكل اللي احنا كنا زمان كمصريين متعودين عليه، ان جنب الاكل يبقى فيه سلطه خضراء، ان جنب الاكل يبقى فيه جرجير، فيه فجل، فيه بصل اخضر، ده بيقي من سرطان القولون بنسبه كبيره. الرضاعه الطبيعيه للام، تمام، بتقي من سرطان الثدي، وبالذات لو الرضاعه التامه اللي هي 2 سنين زي ما القران بيقول، تمام، تقي من سرطان الثدي. الابتعاد عن الحاجات الغير طبيعيه، يعني دايما لما نقرب من الاشياء الطبيعيه نبتعد عن الاورام. زي ايه؟ العصاير. انا اشرب العصير اللي هو فريش لسه مصنوع حديث احسن ما اخد من الحاجات المعلبه، وكذلك في كل حاجه.
العلب احنا الفول المدمس بقى نجيله علب، اللبن بقى علب، العصائر بقت علب، حتى اللحوم المصنعة نعم بقت علب. دي كلها حاجات لها تأثير على المدى البعيد على الجسم، ممكن تؤدي لحدوث السرطان. كل ما تكون طبيعي أكتر، يعني أكل خضار، أكل فواكه طازجة، أكل الحاجات المصنعة بأقل تصنيع، يعني اللحمة المسلوقة أفضل من المحمرة، والنايف ني أفضل من المسبك. كل دي حاجات تقي من الأمراض. إن أنا أخد فواكه اللي فيها حاجات الأنتي أوكسيدنت دي مهمة جدا، وأنوع في الأكل بتاعي، ما أعتمدش على حاجة واحدة في الأكل. هذا ما نتمناه مشاهدينا الكرام. من أجل الوقاية من السرطانات المختلفة لابد أن نكثر من تناول الخضروات الطازجة والأطعمة المطهية بطريقة سليمة وصحية. ختام هذه الفقرة مشاهدينا مع ضيفي فيها الأستاذ الدكتور مدحت محمد رمضان، أستاذ جراحة الأورام بطب الأزهر، شكرا جزيلا لك. شكرا.